هو المدفع ده مش هيضرب ولا ايه؟ يضرب بس المدفع ومحدش هيرحمك من ايدي. حيي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 ي
السلام عليكم. ايه ده عبد العزيز؟ انت ما سافرتش؟ ايه اللي جابك؟ ايه؟ هقول لكم على كل حاجه. نفطر بس وبعدين احكي لكم. تعالى تعالى قبل ما الاكل يبرد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هروح اعلق لكم على الشاي. بس انا اول بقى ما الضابط قال لي ان الفيزا والتذكره مزورين انا وشي جاب 100 لون. اكلم في باسم الرخم ده موبايله مقفول، اكلم تليفونات الشركه ما حدش بيرد. حبيبي يا ابني. وبعدين زيزو ممكن ما تتكلمش غير في الفاصل عشان انا متابعه المسلسل ده. انت عارفه يا بنت انت لو كلمتي تاني انا هقفل الباب ده خالص. ياسمين بقول لك ايه، ما تجيبي القناه اللي بتجيب مسلسل الاسطوره. لا انا متابعه نيلي وشريهان. ايه الرخامه دي صراحه؟ ظابط الجوازات طلع ذوق قوي، خصوصا لما لقى ناس كتير اتنصب عليهم، بس هو ما كانش في ايده حاجه يقدر يعملها لنا غير انه يفهمنا بمنتهى الذوق ان احنا اتنصب علينا. مش مهم يا حبيبي، اهم حاجه ان انت رجعت لنا بالسلام. الحمد لله. هي عافيه يعني؟ مش عافيه ولا حاجه يعني، هو احنا عملنا محاضر والمحاضر بقى تاخد مجراها. يا بابا انا مش بتكلم عليك انت، ياسمين مش عايزه تديني الريموت عشان اجيب مسلسل الاسطوره. طب هاتي ياسمين الريموت ده. ليه يا مامي؟ هاتي معلش. اتفضلي اهو، خش بقى شوف اسطورتك الكيمستري اللي انت هتمتحن فيها كمان يومين. خش يا اسطوره. طب انا مالي؟ ما عنديش امتحانات. انت ما عندكيش دم، مش شايفه باباكي راجع تعبان؟ اتفضلي خش اوضتك. ما تقوم تستريح شويه يا عبدو. لا خليني قاعد معاكم شويه. طب لو حسيت انك عايز نروح في اي وقت قول يلا نمشي. اوكي. صحيح يا زيزو، انت طيارتك كانت الصبح، ايه اللي قعدك لغايه المغرب؟ ما هو احنا بعد ما عملنا المحاضر في المطار طلعنا كلنا بربطه المعلم على الشركه اللي كان الزفت ده بيعمل فيها المقابلات. افتح يا باسم، افتح يا باسم. افتح بدل ما تكسر الباب. اكسر الباب يا جماعه، مفيش حل غير اكسر الباب. اكسر الباب، اكسر الباب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي فين الشركه؟ فين مكاتب؟ في حاجه غلط يا جماعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ بتعملوا هنا يا استاذ؟ فين صاحب الشركه دي؟ مين صاحب الشركه؟ انت عاوز صاحب الشركه ليه؟ يعني فين صاحب الشركه؟ يا حبيبي دي مش شركه، ده المخزن. مخزن مش مخزن، فين صاحبه؟ تعرف صاحبه؟ اه طبعا اعرفه، اللي هو باسم. فين لا هو؟ لا والله مش اسمه باسم، اسمه علي. علي باسم مش القضاء يا جماعه، الراجل ده يعرف باسم، هو يعرف يقول لنا هو فين. يا استاذ ما اعرفش، ما اعرفش انا حد اسمه باسم. فين اللي هو صاحب المخزن ده؟ اه هو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب طب مش كده يا جماعه، يا جماعه مش كده يا استاذ. مش هنسيبك الا لما تقول لنا فين باسم ده. يا استاذ قلت لك مش اسمه باسم، وانا ما اعرفش حد اسمه باسم، صاحب المخزن اسمه علي. فين هو؟ استنوا بس يا جماعه، يكونش قصدك على الجماعه بتوع السيما اللي كانوا مأجرين المكان ده اسبوع عشان بيمثلوا فيه فيلم. فيلم؟ يا نهار اسود. ايه هو انتوا كنتوا شغالين معاهم في الفيلم ولا ايه؟ لا يا حاج، الظاهر احنا اللي اتعمل علينا الفيلم. زيزو مش انت قلت ان باسم ده صاحبك؟ هو صراحة مش صاحبي صاحبي يعني، انا كنت اعرفه عن طريق ناس صحابي، لما سألتهم قالوا لي انهم يعرفوه عن طريق ناس صحابهم، هم النصابين كده يحسسوا اي حد ان هم اصحابه من زمان جدا. طب يا جماعة ايه؟ نستأذن احنا عشان ترتاحوا. الحمد لله على السلامة يا زيزو، ميرسي على الفطار. ما بدري يا ميس نادية. لا ما ينفعش، اصل احنا عندنا ميعاد مع الويدنج بلانر. ايه ليه كفلة الشر؟ هو سعلوه عيان ولا حاجة؟ عيان ايه يا ست انصاف؟ الويدنج بلانر ده اللي بينظم الافراح يعني. اه المعلم بتاع الفراشة يعني. ايوه المعلم بتاع الفراش. انا بالصراحة بقى شايفة انه ملوش لزوم يعني تعملوا فرح، ده حتى الزفة في سنكو ده تبقى فال وحش. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.